والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الكريم. طبعا هذه قاعدة كلية، وهي أننا يعني لا يجوز أن نحمل السلاح في وجه حاكم ظالم مستبد، ولكن يجب أن نفهم شيئا مهما. قولي لا يجوز لا يعني أنني أعطي سكا على بياض للحاكم وأجعله ظل الله في الأرض يفعل ما يشاء، ليس هذا هو المقصود. أنا أقصد أنني لا أحمل السلاح وأنا لست ممكنا، بل قد يكون هذا الحمل للسلاح مدخلا للاختراق، اختراق غير المسلمين أو اختراق الفاسدين فكرا وخلقا، بل قد أجعل من هذا الحمل للسلاح بلادي أو البلد معين مرتعا خصبا لتجار السلاح الذين يريدون أن يسوقوا السلاح. هذه كلها مآلات يجب اعتبارها، لكن هذا لا يعني أنني لا أواجه هذا الحاكم بالتي هي أحسن، لا أواجه هذا الحاكم بالطرق السلمية، بحيث أننا فعلا يعني نقول للمنكر منكرا ونؤسس المنظمات الجماهيرية الضاغطة ونؤسس الأندية والمتحدات الطلابية وغيرها من المنظمات التي نسعى إلى تغيير المنكر. ومن المقاعد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.